في إطار الاحتفالات اليوم عيد الاستقلال والشباب نقوم بتوزيع إعانات خاصة بالسكن الريفي والتشجيعات الاجتماعية 1890 وحدة مختلف البلديات خاصة بلدية بوكلا فيما يخص التشجيعات الاجتماعية. استدعونا اليوم إن شاء الله باش نهزوا العقود التجزئة والحمد لله نزلنا العقود نتاعنا عقوبة إن شاء الله للبني وعقوبة لحاجة أخرى. الحمد لله اليوم استفدنا من عقود التجزئة وإن شاء الله يسهلونا في الأمور اللي جاية. الحمد لله على كل شيء. تحية الجزائر.